مسيكم بالخير. عملت الفيديو الأوليني وعطيت أنا كيف أفكر بعقل منفتح، مش بعقل متخلف مثل النظام الإرهابي بإيران ونظام الإرهابي تبع بيت الأسد وحزب الله، هيك طلعوا بشكله الحسن نصر الله. هالعقل المتخلف المريض اللي ما بيحكي بشي بيقنع فيه، مشان هيك بتمنى على كل واحد بالمنطقة العربية من الأكثرية السنية إنه يسمع بعقل منفتح، لأنه وأبناء الطائفة الشيعية بالدول العربية اللي هم أصول العرب إن يسمعوا، مش على طريقة متخلفين مريضين مثل الحوثيين وحسن نصر الله. هالناس المريضة اللي ما بتفتح عقله بعقل منفتح. اسمعوا شو قال الدكتور كمال اللبواني إلى كل إنسان من أبناء الأكثرية السنية بالمنطقة: بتمنى عليك إنك بعقل منفتح تسمع هالفيديو شو عم بيقول الدكتور كمال اللبواني، وهو طبيب متعلم أدخلوا حافظ الأسد 8 سنين على السجون، وهو ناشط سياسي ناضل من أجل الشعب السوري من أجلنا كلنا، وإنسان من أبناء الطائفة السنية الكريمة وابن عيلة ومن دمشق، ما بعرف إذا من دمشق. لازم نسمع بعقل منفتح. العقل اللي مسكر هو أكبر قنبلة موجودة بكل بيت. إذا الأب عقله مسكر والابن والمرأة والأم والأخت عقل مسكر مسكر، ما بيزبط ما بيزبط المستقبل. المستقبل هو انفتاح انك تشوف ابعد من منخارك. مشان هيك اسمعوا الدكتور كمال اللبواني شو قال، وانا برجع بكرر ورح حطها مثل ما انا قريته. تفضلوا اسمعوا اذا بتريدوا. دكتور كمال الله يخليك، تفضل احكي، بلش من البدايه. سمعتك انا صب نظريات علم الاجتماع ونظريات السياسية، يعني كيف تنحسب الدولة، كيف قامت وكيف تستمر، شو أساس قيامها وشو أساس استمرارها. يعني بيسألوني إنه شو مستقبل إسرائيل، شو مستقبل إسرائيل يا أخي؟ يعني اليوم مثل ما كنا شايفين، يعني دول حكينا بالتسجيل السابق إنه الدولة اللي بلشت الدول كانت دولة إمبراطورية، يعني جيش كبير جرار يروح يحكم الأشوريين، عملوا جيش كبير صاروا يسبوا الشعوب يروحوا يحكموا يروحوا يعملوا، هذا جيش الإمبراطوري. هاي الإمبراطوريات قائمة على الجيش فقط، ما في شيء في قدرة على تشكيل جيش. عندك قدرة تشتغل كيف يعني تشكيل جيش؟ بستعبد الناس بعملهم، المهم عندي قدرة أني أضبطهم وقودهم وسلحهم وبعتهم يحتلوا يسروا ينهبوا يأكلوا تعب غيرهم. إذن أداة غزو، يعني بدل ما كنا نصطاد نحن الحيوانات شكلنا فريق لاصطياد الشعوب، الشعوب عم تشتغل بتصطاد، نحن نروح بنشمط ناكل خيرات الشعوب. فالجيش الامبراطوري هو اللي كان يقتطع خيرات الشعوب له ويغذي نفسه. هاي الدولة الاشورية والرومانية واليونانية والفارسية والفرعونية وبعدين طلعت الاسلامية الرومانية الثانية، يعني الكنيسية اللي تبنت الكنيسة، وبعدين اجى الاستعمار الاوروبي وطلعت امريكا كامبراطورية الى جيش عظيم وطلعت. يعني هذه الدول الامبراطورية انتهت عمليا، يعني ما عاد فيها لا صافي. يعني عندنا الامبراطورية الروسية، الامبراطورية الصينية، الامبراطورية الامريكية، يعني بس كمان صفقة الاحتلال يعني خاسر. ليه؟ لأنه ما في يعني ما يعني فاتوا على العراق، شفتوا فاتوا على أفغانستان، يعني بس للدفاع ما عاد مفيد، يعني ما عاد فيهم يسروا هاي الشعوب وياخذوها، ولا عاد يستفيدوا من الجيش، ولا عاد فيهم يمارسوا الوحشية اللي كانوا يمارسوها سابقا. فهي الدولة انتهت. الدولة الثانية اللي حكى عنها ابن خلدون هي دولة السلطة، يعني الأساس فيها هي السلطة. السلطة موجودة والكذا بالأخير. اليوم إسرائيل السلطة بتروح، السلطة بتكبر بتصغر بتمتد، حدودها بتتغير، شعبها بيتغير،
بتوسع بتقلص كذا بيقوم بتمرد، يعني ما هي شغلة مستقرة وثابتة. فإسرائيل على شو مقائمة؟ الأرض، يعني هي الأرض، يعني شو بتعمل الأرض؟ ما بتعمل شيء. هن حدودك يا إسرائيل داخل دبابة. إذا الأرض على قدرة الجيش الإسرائيلي على السيطرة، يعني امبارح كان محتل غزة، اليوم طلع من غزة، اليوم محتل الضفة، بكرة بيجوز يعني مثلا يحتل جنوب لبنان. إذا هي أرض، ما في أرض، ما لها حدود يعني محددة ثابتة جغرافيا، مجبورين يعيشوا مع بعضهم على جزيرة واحدة مثلا أو كذا، وعندهم شنهار واحد عايشين عليه، ما في شيء، ما في أرض. الشعب يعني إذا الشعب من إجا الشعب؟ الشعب إجا من الدول العربية، من دول أوروبا، شيء خرب من المحرقة، شيء هرب من الاضطهاد، شيء طمعان، شيء إلى آخره. إذا شعب تجميع جمع نتيجة ظروف، أي ظروف راحت. هلا صفوا ولدوا، معظمهم ولد على الأرض إسرائيل، وبده يعيش مع الثاني، ما هيك؟ يعني إذا العامل اللي مجمع إلهم كشعب ما عاد موجود. يعني لهالسبب هن مصرين الإسرائيليين إنه دائما يذكروا بالهولوكوست مشان يشدوا الشعب لبعضه، عشان يخفوا الخلافات الداخلية والصراعات الداخلية. بنصرين انه تحمي الناس سكاكين وتطعن وكذا والى اخره، وصور وحماس تضرب لها كم صاروخ ليضل الشعب الاسرائيلي متماسك، غير هيك بيفرط. ليه؟ لانه بتكتشفوا انين قديش عم ياكلوا بعضهم، قديش انه مفروض يشتغلوا ويتعبوا ويدفعوا ضرائب عالية، يدفعوا كذا ويدفعوا الى اخره، فبتبلش خلافاتهم الداخلية بتكبر بمقدار ما بيزول الخطر الخارجي. لهالسبب كان دائما اليمين يعتمد على قوى المقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي، وطبعات السكاكين يعتمد عليهم لحتى يفوز بالانتخابات. فدائما يبعت ناس تعمل تفجر باص، تفجر كذا، تضغط عمل عملية طعن، يعني يتساهل معها من شان يفوز بالانتخابات. كلها بالانتخابات بيعمل قصة من النوع، وحماس والجهاد بيساعدوه بطريقتهم كمان، بيستغلوا القصة لأنه تبادل شرعيين، هاد بده هاد وهاد بده. فإسرائيل اليوم كدولة خدمية فيها نص شعبها أو نقول طلت شعبها ما بده إياها، ومو مبسوط ومو مرتاح، ونص الثاني اليهودي، يعني طبقتين، طبقة يعني في بين يهودي شرقي، بين سفرديم، وبين مدري شو، بين أشكيناز، وبين مدري شو، بين أوروبي، وبين مهجر، وبين كذا، كمان في خلافات. فإذا عامل استقرار أساسي لدولة إسرائيل هو القوة العسكرية، ما في غيرها، هي دولة إمبراطورية ذات قوة عسكرية. إذا التفوق العسكري الإسرائيلي يعتمد على سلاح النووي، ما صحيح. ليه؟ لأنه هذا قوة دفاع عن دولة إسرائيل بس، مو أداة هجوم. القوة الهجومية تعتمد أساسا على اللي عندهم على سلاح الطيران، لكن هي تعتمد أساسا وفعليا على قوة المقاتلة على الأرض، على قدرة التشبث بالأرض، لأنه في النهاية الطيران والصواريخ وكذا يعني لا تعتبر وسائل احتلال، وسائل دفاعية. دفاعية أنا خطر جاي علي ببعيد بقصه، بس مو معناتها أن أنا قادر أني سيطر على الشرق الأوسط، يعني لأنه حدودهم داخل حدودهم محسنين، يعني جنوب لبنان، غزة مثلا، ما بؤر معينة بالضفة الغربية كما حسنا ينسيطر عليها بشريا، وبالتالي هن ما حسنا انه يتمددوا ويسيطروا على الشرق الأوسط قطعا. وبالتالي فكرة انه نحن إسرائيل بدها تسيطر على الشرق الأوسط، إسرائيل بدها مدري شو، إسرائيل أضعف كثيرا من أن تسيطر، بل بالعكس تماما. إسرائيل يعني من يوم مهددة تهديد من كم هائل من البشر، تحالف المقاومة الإيراني الإخواني المدرشو مهددة وجوديا وما عرفاني شو بدها تعمل، يعني ستضطر إلى أن تعمل عمليات عسكرية واسعة تنتهي بها إسرائيل، أو تتعرض لضغوط وحصار من كم هائل من الناس. إذا ما فكروا بقى يقصوا الشوط ويفوتوا بشر، يفوتوا بطريقة يعني سلمية حتى مثلا، يعني يفوتوا. فإسرائيل مهددة وغير قابلة للبقاء بهذا الشكل، ما في عوامل. أمريكا بدها إياها، وروسيا بقى هذا مو عوامل. فنحن لما نحكي مش حل قضية الشعب الفلسطيني، لا يعني قصير النظر بفكر اللي بدنا نحكيه فعلا، يعني واللي أنا حكيته وسألته فاجأت فيه كتير ناس،
يوم إسرائيل أصبحت قضية وليست دولة. هلا شايفينها دولة، هي قضية. في شعب تهجر من الأحياء العربية وراح على فلسطين، وفي شعب تهجر من أوروبا وإجا، وفي أيديولوجيا خدمت هذه العصبية، يعني أيديولوجيا عصبية خدمت هالمشروع كله، ورطت الشعب الإسرائيلي في أن يقيم دولة إسرائيل. هلا أنا مبسوطين عندي دولة وعظيمة والآخري، لكن على المدى القريب يعني سنوات 10-20 سنة 30 سنة حتى أقصر، هذا التكوين لن يستطيع الاستمرار. Drinking water before bed burns 46 pounds in 2 weeks. If you are struggling to lose weight and you're over 25, then you need to hear this. People are burning 2.5 pounds. لن يستطيع الاستمرار. الاستنزاف الهائل حط نفسه في مواجهة أعداء كميات كبير، كم كبير من الأعداء. فإذا بفكر بالسلام اليوم رح يخسر، وبيعرفوا إنه بيخسروا لهالسبب، ومصرين على بقاء حالة الحرب، لكن مع مين؟ مع دكتاتوريين هن يحطوهم. فإذا تخريب المنطقة هو سياسة استراتيجية إسرائيلية مثل ما نكون شايفين. جيب دكتاتور أزعاري سرقينها بيعمل شو ما بده، المهم إنه هذا في النهاية عم يخرب هاي البلدان. ليش؟ لأنه هاي البلدان متى ما استقرت أو نهضت شوي، أنا تلقائياً اقتصادياً بشرياً كذا بزول. فلسه ما وصلوا لمرحلة بإسرائيل نضجت عندهم فكرة السلام. ليه؟ لأنه السلام يتطلب شريك، والشريك يجب أن يقيم السلام مع شعبه قبل أن يقيم السلام مع إسرائيل. إذن وقت اللي بيقيم السلام مع شعبه تنشأ أنظمة حكم رشيدة فعلاً، فمعناتها صار المحيط تبعي كله قوي جداً وتوحد كله مع بعضه، إذا ما صفيت لا شيء في المعادلة، وبالتالي بهالطريقة ما في أفاق السلام. الطريقة الوحيدة الأفاق هي حل قضية الشعب اليهودي في المنطقة بما يتناسب مع مصالح شعوب المنطقة. هذا هو الحل الفعلي، المشكلة الأساسية التي يجب حلها، مش القضية الفلسطينية أنه نعطيكم شبرين بالشيخ جراح ولا ما نعطيكم شبرين بالشيخ جراح. وجود فلسطين، وجود إسرائيل، وجود هذه الدول كلها على كف أفريق، وبالتالي الحل مش هون. لا تطرح القضية الفلسطينية بهذا الشكل، تطرح قضية الشعب اليهودي في المنطقة. كيف تحل قضية الشعب اليهودي في المنطقة؟ الشيء الأساسي اليوم أنه يصير في تغيير بإسرائيل، أو الشعوب تجبر على هذا التغيير، أنه الديمقراطية لابد أن تقوم بالشرق الأوسط قصبا عنكم طيبكم برادكم. هو اللي عمله ربيع العربي، أطلق هذه الثورة وهذه الرسالة، ونحن مصرين لنعمل عربي، مش بس سوريا لحال ولبنان لحال وعراق لحال ومصر لحال، لا لا لا، هي مصالح مشتركة مع بعضها لشعب واحد تقريبا، لأرض واحدة، لمصالح مشتركة موحدة مع بعض. فإذا نحن الربيع العربي يجب أن يحمل مفهوم السلام مع إسرائيل. أوكي نعمل سلام بس ديمقراطي، السلام الديمقراطي بين الشعوب. إذا الفكرة الأولى لحل قضية الشعب اليهودي هي أنه الثورات الربيع العربي تحمل فكرة السلام الديمقراطي، يعني بناء نظام ديمقراطي خدمي وإقامة السلام في المنطقة بين دول المنطقة وبين إسرائيل، وبالتالي فتح أفاق التعاون الاقتصادي بين الدول كلها. هلأ هون شو بصير؟ هون بصير إنه الشعب اليهودي ببلش يشوف مصالحه، مصالحه وين؟ مع الشعوب الأخرى، وبلش يتعاون مع بعضهم، وبشكل هو يعني مثل ما مشكلين اللاجئين اليوم جاي عم يجيبوا بضاعة، انتاج الشرق الاوسط يجيبوها لاوروبا. فالانتشار اليهودي والانتشار اللاجئين لدول المنطقه رح يساعد في تنميه التبادل التجاري مع دول ثانيه، وحصيروا شركاء، وشوي شوي 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 بصيروا كلهم يعني بصيروا تحالف اقتصادي خدمي امني مشترك. بتروح كل هاي القضايا الأيديولوجية والنفخ والكذا، أنا بدي سيطر عليك وأنت بدك تسيطر علي، وأنا بدي شو وأنا بدي شو، بيركض كل إنسان ورا مصالحه الصغيرة ضمن إطار قانوني معين يعني، بس مش بيروح بضحي بنفسه من أجل قضية. هو في النهاية دولة عم تأمن له خدمات، عم تأمن له أمن، عم تأمن له أكل، عم تأمن له فرص عمل، تعليم إلى آخره. هذا هو المطلوب بالدولة، إيش بيهمني العلم اللي مرفوع عليها
ومش ليش الجيش يعني إذا كانت حياة ناس بقدران تعيش مع بعضها بسلام، ليش الجيش وليش الحروب وليش السلاح وليش؟ فإذا السلام أولا الديمقراطية أولا في الدول العربية، لأنه ما رح يصير سلام لتنجبر إسرائيل إن تقبل بالديمقراطيات بالدول العربية، بس تقبل بالديمقراطيات بالدول العربية تتعامل معها كحقيقة كأمر واقع كأمر واقع، ساعتها ستتغير طريقة تفكيرها كلها. وقت تتغير طريقة تفكيرها وتبلش المصالح الاقتصادية تشتغل بتبلش هذه الحدود تزوب. ليش؟ لأنه المال ما له حدود، ما بيحب الحدود، والعولمة بتشتغل شوي، فبتصبق موضوع كيف يمكن أن يبقى الشعب اليهودي في المنطقة. هذا هو القضية الأساسية، يعني بدهم يصيروا يعني يفتحوا استثمارات ويشتغلوا بدول الخليج، بدول سوريا، بالعراق، بمصر، بكذا، يعني بدهم يتعلموا عربي. فبدو يصير يحكي يعني بتصير اللغة الأكثر استعمالا هي العربية وليس العبرية داخل اليهود إسرائيل عم بحكيها. ليه؟ لأنه مصلحته هيك. هلا بدنا نتعلم إنجليزي طبيعي، يعني كل إنسان يتعلم إنجليزي ليعيش بالعالم، فبتقل إن اللغة اللي هي أساسية في الدولة اليوم ستصبح اللغة الأكثر استعمالا والأكثر تداولا هي اللغة العربية، لأن العبرية ما تفيدهم بشيء. العبرية هي يعني اعتماد العبرية كذا كان نتيجة النزعة الصهيونية والهولوكوست وكذا والتعصب، هلا ما عاد في داعي. شو يا أخي، تعلم لغة أنا أستفيد منها مهيك وأشتغل فيها، بيع واشتري، لأنه محيط عربي شركاتهم عرب فحيتعلموا عربي. إذا رح يتعلموا عربي رح تزيد الحوار الثقافي والديني والإلى آخره، ورح يدوروا على المشترك بيناتهم، ورح يدوروا على المشترك بالمصالح، ورح يكتشفوا انه الغرب يعني بعاده الساميه بوجهها الاسلامي واليهودي سوا، وبالتالي كمان رح يكتشفوا انه هن متوحدين، وشوي شوي رح ترجع تتمدد ويصير في اختلاط مثل ما كان موجود بين اليهود وبين العرب على الاقل يعني بالمنطقه المحيطه، يعني ولا وصلوا للمغرب. فشوي شوي مثل ما قامت اسرائيل على التعصب والكراهيه والهجره بتزول أو يعني بزول تمايز هذا بالعكس، يعني بالمصالح الاقتصادية وبالتعاون الاقتصادي وبالرسائل السلام اللي بتروح التعصب، وبالتالي بيرجعوا أقلية مثل ما كانوا. ها حجمهم الطبيعي. اليهود هم أقلية مهمة في الشرق الأوسط، قد تكون شريك جيد في الاقتصاد والعلم وكذا إلى آخره، وقد ويمكن أن تستمر لفترة 10-20 سنة عدو مخرب يدمر ويدعم الأنظمة المستبدة ويدعم الجرائم، بس هي الجرائم رح تقع فوق رأسه في النهاية، لأنه خراب هذه المنطقة ما عم يعطيه اللي بده إياه، عم يعطيه داعش، عم يعطيه مدري شو، وعم يعطيه كمان سلاح كيماوي وسلاح نووي وسلاح كذا. فمصلحة الشعب الإسرائيلي حقيقية بعيدة المدى في السلام مع الشعوب وفي إقامة الديمقراطيات وإعادة إعمار المنطقة، مصلحة الحكام الحاليين اللي هن ورثة المرحلة الصهيونية إنه لا، إنه تستمر الصراعات، لكن سيحسم العشر سنوات القادمة ستحسم هذا الصراع لصالح الشعوب في الشرق الأوسط، وبالتالي ستنهار هذه الأيديولوجيات، يعني التعصب الديني والتعصب القومي والتعصب المشهور، وتنشأ دولة الخدمات الاجتماعية الاقتصادية المدنية التعاقدية، يعني دولة تعتمد على المصالح وعلى العقد، المصالح والعقد، يعني ما بعد في فرق بين فلسطيني ويهودي وعربي وأشكنازي وسفرديم ومغربي وعراقي وشيعي وسني ومسيحي ومدري شو، كله بصير هذا انتماءات ثانوية، انتماء الحقيقي انه قديش بستفيد قديش بعيش، هي الحياة هيك صار. فنشوء الدولة الخدمية سيحل المشكلة تماما، لكن هالدولة الخدمية لها مصلحة ان تكون دولة موحدة في كل المنطقة، يعني معناتها اسرائيل ما هي شيء، حجمها السكاني وقدراتها والى اخره يمكن ان يلعب دور إيجابي في المنطقة، ويمكن أن يستمر بدوره السلبي لعشر سنوات مو أكثر، بس بعدها رح ينتقل لدور إيجابي، وبمقدار انتقال لدور إيجابي يعود إلى حجمه الطبيعي وقدراته الطبيعية، لأنه أقلية مضطهدة في العالم لكنها مهمة في الشرق الأوسط وأساسية في تاريخ الشرق الأوسط، ما نقول أنه
من أولاد الشرق الأوسط ثقافة ودينا وإلى آخره، ومنهم هالكم الخمسة ستة مليون، منهم هالقديش اللي حيكون راح يصيروا سبعة ثمانية، يعني ما منهم هالكم اللي يهدد جلوديا الشرق الأوسط إلا إذا عرفوا أنفسهم كدولة أداة بيد الاستعمار الذي يريد أن يدمر الإسلام، يعني الغزو الصليبي، أو أداة بيد الاستعمار الغربي الذي يريد أن يحتل الشرق الأوسط. إذا بدلوا يعرفوا بنفسهم هيك فبدل في بدلوا هني يعني عرضة، وبما أنه لا الاستعمار الأجنبي بلش ينسحب من المنطقة وبلشت الاقتصاد الصيني يدمر الحدود بين الدول ويحتل ويفشل الدول ويحولها لدول اقتصادية، فالصين فهماني قصة، فهماني فايتة بالاقتصاد، تغزي بالاقتصاد ما بتغزي بالامبراطوريات بالجيش وبالكذا مثل الأمريكي، تغزي بالاقتصاد، بعت لك سلع بضاعة، يعني خذ بضاعة تشتري بضاعة تعطيك إياها رخيصة، بعطيك تسهيلات، بعمر لك ميناء، بعمر لك طريق، بعمر لك مدري شو، ليه كله مشان شو؟ مشان يتغلغلوا يعبروا الحدود السياسية والأيديولوجية، يعبروها فورا بالبضاعة بالسلعة. فهيدي المستقبل القادم هو هاد السلعة والمصالح والضاعة والسياحة والمدري شو، هن بدهم يدمروا هاي الحدود القائمة بين اليهود والعرب في فلسطين أو تسموها إسرائيل، ترجع اسمها فلسطين، وبدل شعب إسرائيل شعب إسرائيل شعب إسرائيل بمعنى الشعب اليهودي في المنطقة بمدن معينة بقرى معينة ضمن نظام خاص معين، بس مش أكثر من حكم ذاتي، مش أكثر من حكم ذاتي في المنطقة. المستقبل الإسرائيلي حكم ذاتي لجيتو جديد لليهود، أو هن بحبوا يعيشوا فيه، أو هن بحبوا يرجعوا إلى الأحياء اللي كانوا فيها كمان بصير، فهن سيعود انتشار في المنطقة، ستبقى بؤرة الأساسية لهم بفلسطين مثل هذه. هيدي المستقبل اليهود في المنطقة. وقت كنت أحكوا عن قضية فلسطينية، هذا صار من الماضي، القضية الفلسطينية الذي يجب الكلام فيه هو حل القضية اليهودية الشرق الأوسط وليس حل القضية الفلسطينية. وأنا هالحكي عم بحكي على أفق استراتيجي ثلاث عقود، خلال ثلاث عقود لح تسمعوا هذا الحكي، أنا أكون يعني أنتوا بتسمعوا هذا الحكي إنه كيف يعني المجتمع بيجتمعوا كذا، كيف بدهم يحلوا القضية اليهودية، القضية اليهودية في يعني الدول العربية والدول الإسلامية، كيف بدها تحل القضية اليهودية مثل القضية الكردية مثل ما هلا القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية ماتت، مو ماتت لأنه ما عاد ترجع، لا رح ترجع بشكل آخر، بشكل قضية كامل شعوب المنطقة كاملة، لأنه هي جزء لا يتجزأ من هذه القضية. فالقضية الفلسطينية تموت، تحل محلها قضية الشعب اليهودي كيف سيعيش في الشرق الأوسط اللي أصبح هو فلسطين الأساسي. فلسطين هي الشرق الأوسط، يعني سوريا بلاد الشام، وشي تهجر وشي قتل وشي حكم وشي استبد، ليه؟ لأنه نفس العدو هو اللي عم يشتغل في ناهي، هو اللي عم يشتغل في ناهيك، يعني هو استمرار للسياسات الإمبريالية الصليبية الصهيونية كلها، هي استمرار للسياسة واحدة، يعني إنه عدو يبدو يدمرني بأي طريقة، جكران من اليهود من ضايع منهم هجر لي اياهم يضربني فيهم، بعت لي بيدعم الأقليات لحتى يعمل فتن لحتى يعمل كذا، بيدعم الخلافات، بيدعم الاستبداد، بيدعم المجازر، بيترك الحروب الأهلية تشتغل، كل هاي المحاولات هي محاولة الإبقاء على سيطرته. إجت الصين ابتلعت كل المنطقة، فصحيوا هلأ بالطرين بقى يتحالفوا معك ويرجعوا يشدوك لتوقفوا وجه الصين، يعني قلبت تاريخ، قلب وقلب هذا التاريخ سيقلب قضية الشرق الأوسط كلها. رح تنجبر إسرائيل، رح تنجبر إسرائيل تمشي فعليا بالسياسات الإبراهيمية، ولا تستقلوا فيها، هي كتير مهم هذا، الدعوة الثقافية للوحدة، البحث عن المشترك الثقافي بين اليهود والعرب والمسلمين، كتير مهم هذا الموضوع، وله فوق استراتيجي كبير لتفكيك دولة إسرائيل من دولة صهيونية إلى دولة أقلية تعيش في المنطقة التاريخية. كتير مهم هذا التحول، وهذا
مفيد ولا توقفوا ضده، لا توقفوا ضده. إسرائيل أضعف كثيرا من أن تشكل خطر على مستقبل المنطقة، أضعف كثيرا. ففكروا في حل القضية اليهودية وليس في إزالة دولة إسرائيل. إحنا ما منعيش لتزيل إسرائيل، حطوها اتركوها ستاند باي، نيموها مثل بيقولوا، نيموها هلا، افتحوا انتبهوا لمشاكلكم الثانية الديمقراطية، الدولة الخدمية الكبيرة الواسعة، الدولة الاستقرار الاقتصادي، توقفوا بوجه، تستفيدوا من الصراع الصيني الأمريكي لحتى تعيدوا بناء دولكم ومدنكم وكذا وإلى آخره، تساعدوا الشعب الإيراني ليخلص من نظام الفساد، نظام الإرهاب اللي عنده، النازي اللي عنده. هذا هو، هذا المطلوب. مهام أخرى بعيدا، انسوا إسرائيل 10 سنين وشوفوا إذا أنا محق ولا لا. سمعتوا كلكم وبتمنى عليك أن تسمعوا كل ما بطلب منكم، تحكوا رأي مثل ما هو عن يحكي، كل واحد له رأيه، هذا سمعنا هالرأي، بس هذا رأي ديالوك، حوار، حوار، بدون الحوار ما بنقدر نتعيش. جاي السكين من طهران إلى بيروت وطلنا ممنوع الحوار، وهذا ما بنقدر نمشي فيه. أهلا وسهلا فيكم، ومنضل نساعد بعضنا بالحوار. أهلا وسهلا.